السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي على اليوتيوب. رحب فيكم اليوم. بناء على طلبكم عملت كباب دجاج. انا سابقا عرضت بفيديو مفصل عن طريقة عمل المشاوي وخصوصا الكباب اللحمي واسرار نجاحه. طبعا كباب الدجاج ما بيفرق عن كباب اللحمي الا ببعض البهارات، طريقة شويه ونفسها، وراح اذكركم مقادير ان شاء الله خلال الفيديو. طبعا طريقة الشوي بتلعب دور كتير كبير بنجاح الكباب، مو بس مقادير. طبعا المطيبات او النكهات اللي نحن بنضيفها للحمة او للدجاج هي ما بتدخل بنجاح الكباب، هي مجرد نكهة ذوق شخصي. اهم شيء نحن بنجاح الكباب شغلتين، النار لازم تكون قاطعة رائدي، ما في غير الجمر قدامنا، يعني شعلة نار ما لازم نشوف حتى الكباب ياخد استواء كامل وما يحترق ويلدع ويلزق على الشبك. هلا النار اللي شايفينها قدامكم هي من خليط التلميع اللي انا عم بدهن فيه الكباب بعد ما اخذ تشميعه بسيطه. طبعا الماده الملمعه هي عباره عن ميه البصل، صفيتها من البصل اللي حطيته لمكونات الكباب، رح احكي لكم عنها هلا بعد ما اخلص هذا المقطع. ميه بصل وشوي من زيت النباته، شوي من دبس البندوره، شوي شطه او معلقه صغيره فليفله، دبس فليفله، وشويه ملون طعام احمر. مكونات خليط التلميع بنخلطها مع بعض، مجرد الكباب ياخذ تشميع بسيط اول جهه بنقلبه وبنبلش ندهن بالفرشاي. هيك الكباب اخذ استواء. رح نرفعه من على السيخ، شوفوا كيف بينسحب بكل سهوله، ما انه ملزق من جوا، قلبه رطب، دهنه ماكن، ما انه ناشف من جوا، ما بيغصص، لونه حلو. يعني نحن اذا اتبعنا الخطوات ان شاء الله بينجح معكم اطيب وانجح كباب. شوفوا قلبه من جوا مستوي تمام ورطب، ما فيه نشفان نهائيا. فيكم تقدموه جنب البيواز، بقدونس مع شرحات من البصل والسماق وخضره مشويه. اذا اول سر بنجاح الكباب هو نار، طريقه الشوي تلعب دور كتير كبير بنجاح الكباب. وراح احكي هلا بالمقادير عن الشيء الثاني اللي بيخلي الكباب ينجح. هلا بالنسبه للمقادير، السر الثاني راح احكي عنه بنجاح الكباب ذكرته سابقا هو الدهن. يعني انا عندي هون كيلو من شرحات الدجاج مطحوني على الخلاط او على الماكينه حسب الرغبه، وحطيت لها نص كيلو من الدهن، دهن اما شحمي او لي حسب ما بدكم، يفضل شحمي، شحمة خاروف. بنخلطهم مع بعض. هلا التوابل انا حطيت هون ربع معلقة زنجبيل، ربع معلقة من الفليفلة الحمراء، نص معلقة فلفل اسود، وحطيت كمان بهارات دجاج نص معلقة، وبالاضافة للملح. عندي هون نص كوب من البقدونس مفروم، ثلاث حبات من البصل مبشورين معصورين من المي، المي اللي حطيتها لمادة التلميع اللي حطيت لكم عنها مسبقا. عندي هون نص معلقة طعام من الدبس الفليفلي الشطة، واللي ما متوفر عنده في يحط بس فليفلي بودرة بابريكا. المكونات بنخلطها مع بعض كتير منيح، لازم نعملها مثل شكل العجين على ايدنا، بعدين رح ننعمها على السكين. يعني التوابل اللي بتضيفوها هي بترجع لكم، اما بهار مشكل، قرفي، مطيبات حسب الرغبه. انا هاي المطيبات يلي حطيتها. الدجاج فيه طعمه زفر او زنخ، فلهيك انا بضيف له بهار. اما اللحمه ما بحط لها غير الفلفل ورشه فليفلي والملح وبقدونس وبصل. رح نعمه على السكين لحتى يصير قوامه دبق، وبعدين رح برده لحتى يصير معي قوامه متماسك لأقدر شكله على الصيف. يلي ما متوفر عنده الخلاط في يطحن الدجاج والدهن على الماكينة على الخشن، ويحط التوابل يلي ذكرتها معهم، يرجع يطحنون دور تاني على الماكينة او ينعمون على السكين مثل ما شفتوا بالمقطع يلي قبله. ها هي العجينة كلياتها، رح نحطها بالبراد لتتماسك تجمد، بعدين رح شكلها على الصياخ.
هلا العجينة بعد ما بردت عندي وتماسكت، شوفوا قوامها كيف دبقت. إذا مستعجلين فيكم تحطوها بالفريزر ربع ساعة بتمسك. هلا السياخ يلي عندي خشب نقعتهم بالمي حتى ما يحترقوا معي. إذا سياخكم معدن ممكن بس بكفي إنكم تمسحوهم وتبلشوا تشكيل الكفتة عليهم. للتشكيل بناخد كرة ومنكورها منيح ومنبلش نفردها على طول السيخ. وهلا بعمل لها حبسي بالإيد بهذا الشكل، واللي ما بيقدر يشكل السياخ رح أشوفه طريقة كتير سهلة وحلوة وكتير رح تعجبكم إن شاء الله. بناخد قطع من الكفتة بنكورهم بهذا الشكل، بعد ما نكورهم بنحطهم داخل السيخ الخشبي مثل ما شايفين. هاي هي الكمية اللي طلعت، عملت 20 سيخ من الكباب. حطيت بنهايتها حبة بصل صغيرة، ممكن تحطوا حبة طماطم كرزية أو فطر أو فليفلة ملونة حسب الرغبة. أحكي شغلي، إذا كنتوا حابين تعملوا بارتي أو باربيكيو مشاوي لدعوة أو مناسبة ومعكم وقت كبير، ممكن تحضروا هذا الشيء قبل بوقت وتحطوه داخل صينية بيناتها طبقات من البلاستيك وتفرزوهم، ووقت الاستعمال بتطلعوهم من الفريزر وهن متلجين مباشرة على الفحم. شغلة كتير حلوة وبتريحكم. لا تنسوا وقت بدكم تحطوا المادة الملمعة للكباب لازم يكون اخذ تشميع من جهة، بنقلبه بنحط المادة الملمعة بنرجع بياخذ استواء بنقلبه بنحط على الجهة الثانية. وصلنا لختام فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو والملاحظات تتبعوها وان شاء الله رح ينجح معكم الكباب. واي سؤال او استفسار اتركوا لي اياه بخانة التعليقات وان شاء الله رح جاوب عليه. وهلا لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شاركي مع اصدقائكم لحتى يستفادوا من الفيديو ليوصل لاكبر عدد ممكن، وان شاء الله بشوفكم بفيديو قادم. السلام عليكم.